بعد النجاح الكبير في الدورة الأولى لملتقيات بيبان واللي مرينا فيها على مناطق الرياض والقصيم وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وأخيراً حائل، رجعنا من جديد إلى منطقة الرياض وفي رصيدنا أرقام كبيرة من الإنجازات والخدمات المميزة لرواد ورائدات الأعمال. ولأن النجاح في المشاريع اللي تخدم الوطن هو طموح شبابنا، بنكمل رحلتنا بمحتوى وشكل جديد وفائدة وطموح وشغف أكبر. جيناكم في بيبان الرياض مرة ثانية ب11 باب ومكتبة ورحلة مميزة في عالم الابتكار، نقدم من خلالها مجموعة من الخدمات والدورات والورش والاستشارات والمعلومات عن عالم ريادة الأعمال. في باب منشآت راح تتعرفون على أبرز المبادرات والخدمات اللي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، وفي باب الانطلاقة راح نساعدكم تقيمون أفكاركم وتبتكرون أفضل الحلول لمشاريعكم وتتجاوزون التحديات اللي ممكن تواجهكم، وفي باب النمو تقدرون تحصلون على كل مقومات النجاح والاستدامة لمشاريعكم ونمو وتطور أعمالكم من خلال الدورات التدريبية ورش العمل المتخصصة. وفي باب ريادة الأعمال راح تقابلون الخبراء من الجامعات وأصحاب الشركات الناشئة والحاضنات والمسرعات والمشاريع الريادية المجتمعية وتستفيدون من البرامج التدريبية والتطويرية المجانية. وفي باب الابتكار راح يلقى رواد الأعمال كل اللي يحتاجونه من التشجيع لاكتشاف الأفكار الريادية الذكية وغير التقليدية وتحويلها إلى مشاريع ريادية ناجحة ومنتجات وخدمات مبتكرة. والكل اللي يسأل عن الجهات الحكومية جبناها كلها في باب التمكين وراح تساعد في تسهيل الإجراءات الرسمية للأعمال التجارية من خلال أكثر من 30 جهة حكومية، وبتعرف معهم آخر المبادرات والبرامج والخدمات اللي تحتاجها لتطوير أعمالك. ونوصل لباب التمويل وهو المكان المناسب، وفيه تلقون كل خدمات وحلول التمويل الرأسمالي والإقراضي وفرص الدعم واللي بتقدمها منشآت بالتعاون مع الجهات التمويلية في المملكة. أما باب التجارة الإلكترونية راح تلقى فيه خيارات كثيرة تسهل عليك تبدأ وتطور مشروعك في التجارة الإلكترونية ويساعدك في رحلتك بطريقة مبسطة ومبتكرة. والكل المهتمين بالصناعة والخدمات اللوجستية نقدم لهم باب الصناعة والخدمات اللوجستية واللي راح يساعدهم على الاستفادة من الدعم الحكومي المتمثل في الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة ومراكز الابتكار وغيرها. أما باب السوق هو اللي يعرض فيه شبابنا إبداعهم ومنتجاتهم ومشاريعهم وخدماتهم، وفي نفس الوقت يتيح الفرصة للجميع للاستفادة من هذه الخدمات. ولأن قطاع العقار والبناء مهم للمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، استحدثنا باب جديد وهو باب العقار والبناء اللي بيقدم فرص استثمارية مميزة في مجالات إدارة الأملاك والمقاولات والأعمال الإنشائية والتسويق العقاري وغيرها. بيبان فرصة كبيرة لإطلاق مشاريعك وتطويرها، ويجمع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والجهات التمويلية والداعمة والمستثمرين والجهات الحكومية في مكان واحد. سجل الآن مجاناً في بيبان الرياض واللي بيكون في واجهة الرياض من 29 من يناير إلى 1 من فبراير 2020، من 4 عصراً وحتى 11 مساءً.